مساء الخير لكم للمشاهدين الكرام. أعتقد أن هناك تحوط كبير جدا على هذه المفاوضات، رغم أنها مفاوضات تندرج تحت العناوين الفنية بالدرجة الأولى، إذ أنها ليست مفاوضات سياسية بين الفرقاء اليمنيين. لم ترشح حقيقة أي معلومات باستثناء ما نشر للإعلام عبر اللجنة الإعلامية من خلال المؤتمرين أنفسهم بخصوص تبادل الأسرى، ومن خلال لجنة الصليب الأحمر تبادل قوائم الأسرى البالغ عدده 15,000 أسير من كلا الجانبين. هذا التبادل يتم حقيقة باجتماع عمان، في ميزة هامة جدا أن الاجتماع وجها لوجه يتم بين الجانبين بحضور الأمم المتحدة وبحضور الصليب الأحمر، وتم تبادل القوائم الخاصة بالمعتقلين من كلا الجانبين وعددهم حوالي 15,000 وفقا لاتفاق ستوكهولم. طيب سيد عمر، هناك خلافات يعني واضحة بين الجانبين، ولا تزال هناك اتهامات متبادلة، كيف يمكن لهذه الأجواء أن تخرج في نهاية المطاف باتفاق واضح وإيجابي على مسألة تقنية مثل تبادل الأسرى؟ حقيقة من غير الواضح كيف يمكن أن ينعكس أي اتفاق بخصوص تبادل الأسرى حتى لو تم إنجازه على الأرض في اليمن، إذ أنه يعني لا يختلف كثيرا هذا الاتفاق، أعتقد اتفاق ستوكهولم هو الذي أسس له، وخلال مفاوضات ستوكهولم ورغم توقيع الهدنة بين الجانبين كانت هناك عمليات اشتباكات. هذا لا يعني اليوم مندوبي الأمم المتحدة والمبعوث الدولي الدنماركي العميد الذي أشرف على عمليات وقف إطلاق النار وعمليات تسليم الميناء، خلالها أرسل الحوثيون طائرة مسيرة وقتلت رئيس الاستخبارات العامة، وهذا لا يعني، يبدو أنه متوافق عليه في السلوك اليمني أن تجري المفاوضات مع استمرار عمليات القتال وعمليات الصراع على الأرض. يبدو أنه هذا يعكس التفاهم وعدم تفاهم أو مستوى التفاهم بين الداعمين الإقليميين لكلا الجانبين، وأقصد بين الرياض من جهة وطهران من جهة أخرى، إذ أنه هذه العمليات العسكرية التي تتم واستمرار الصراع وتصعيده يعني أول ما يعني أنه تقوي لأوراق التفاوض من قبل كل جانب يحاول أن يحسن شروطه وأن يظهر يعني الجانب متى الآخر تنضج هذه الشروط لتسوية حقيقية في الملفات الأساسية في اليمن بعد أن يستكمل كل طرف، يعني ذكرت إيران وكذلك السعودية، أوراق الضغط الخاصة به؟ تقديري ليس بالمدى المنظور، لأنه قضية اليمن قضية شائكة جدا، وهي أحد تمظهرات القضايا التي يتم فيها الصراع السعودي أو تحالف الاعتدال العربي مع تحالف الممانعة. هذا الملف لا يختلف كثيرا عن ملف العراق أو ملف الحكومة اللبنانية أو الملف السوري، بمعنى أن هذه الملفات كلها متشابكة ومترابطة. ربما تحظى بعض الملفات بالنسبة لإيران أو بالنسبة للسعودية بأولوية على الملفات الأخرى، بمعنى أولوية التقدم والاهتمام فيها، وتقديري أن الملف اليمني يشكل ملفا هاما بيد إيران ضاغطا على المملكة العربية السعودية، لكنه ليس بأهمية الملف اللبناني على سبيل المثال أو بأولوية الملف السوري والملف العراقي. بناء عليه ربما إذا ما أردنا أن نشهد أو إذا ما كنا نتأمل أن نشهد انفراجة حقيقية بهذه الملفات، بالفعل أن تكون من خلال الملف اليمني. لكن القضية أصبحت أيضا بعيدا عن الأبعاد الإقليمية لها، أيضا أصبحت ذات بعد دولي. من بعد مقتل خاشقجي والضغوط الدولية على المملكة العربية السعودية، وتحديدا فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة، طرحت كما تذكري ملف خاشقجي بالتوازي مع ملف اليمن، تحديدا خلال مشاركة الولي العهد السعودي بقمة 20. واليوم يجري الحديث في أوروبا وفي مناطق متعددة
حول ربط عمليات رفع منع بيع الأسلحة إلى السعودية بوقف الحرب في اليمن. صحيح. طيب سؤال أخير سيد رداد، يعني الأردن هو البلد المضيف لهذه المحادثات، والآن حتى الآن لا يوجد له دور مركزي أو سياسي، هو يعني دوره تقني، هل تعتقد أنه سيدخل على خط الوساطة أو أنه سيستضيف هذه المحادثات من جديد في مراحل مقبلة ويكون له دور أكبر؟ نعم، لا يستبعد أن يكون له دور أكبر في المستقبل، لكن موقف الأردن واضح، تم الإعلان عنه ببيان باسم الناطق بوزارة الخارجية بأن الأردن فقط مجرد استضافة وليس للجغرافيا السياسية أي دلالة بالنسبة لاستضافة الأشقاء اليمنيين، لكن هذا لا يعني في الإطار البعيد أن موافقة الحوثيين على أن تكون المفاوضات في عمان لابد وأنهم يكونوا قد أخذوا الإذن من القيادة الإيرانية، بمعنى أن هناك موافقة إيرانية كانت على عقد المفاوضات في عمان، وهذا يسجل للأردن حقيقة، يسجل للقيادة الأردنية هذه المرونة السياسية. نعم. أن الأردن أصبح أقرب إلى الموقف العماني وإلى الموقف الكويتي في باعتبارهم الدولتين العربيات، وها هو الأردن الدولة العربية الثالثة التي تجري على أرضها مثل هذه المفاوضات بين أشقاء عرب. صحيح. أشكرك سيد عمر رداد خبير الشأن الاستراتيجي، وقد حدثني من العاصمة الأردنية.